مرحبا، اسمي ديفيد سامر عرنوب، عمري 22 سنة، خلقت بولاية نيويورك وصار لي ساكن بتكساس من وقت عمري 6 سنين. درست علوم الكمبيوتر بجامعة UT دالاس وتخرجت ب 2016. وبعد ما تخرجت توظفت بشركة هندسة الكمبيوتر. هواياتي الرياضة وعزف البيانو ولعب فيديو. أول لغة اللي تعلمت أحكيها هي اللغة العربية، وكمان تعلمت الكتابة والقراءة. عندي أخ واحد أصغر مني كمان بيحكي عربي، وأهلي أصلا من الشام. وبحب أشكر الكل على هالفرصة.